انسجاما مع أهداف الدولة في مجال رعاية الشباب ومسايرة التطور العالمي في مجال الترويح، أنشأت شركة المشروعات السياحية صالتين للتزلج على الجليد، إحداهما للشباب والأخرى للفتيات، في موقع يعد من أجمل المواقع وأعظمها أهمية، وهو الحزام الأخضر الذي يحيط بمدينة الكويت على امتداد شارع السور الخالد، وتبلغ مساحة الصالتين 7200 مترا مربعا، وتتسع الصالة الكبيرة التي روعي فيها المقاييس الأولمبية ل 1600 متفرج، وهي مخصصة للشباب. أما الصالة الثانية وهي المخصصة للفتيات فتتسع ل 600 متفرجة، وتضم كل من الصالتين مركزا للإسعافات الأولية، وقاعة للمحاضرات والتدريبات النظرية، وقاعة لتأجير أدوات التزلج، وغرفا لتبديل الملابس. وتفتح الصالتان أبوابهما للشباب والشابات الراغبين بمزاولة رياضة التزلج على الجليد يوميا، وذلك تحت إشراف نخبة من أكفأ المدربين المتخصصين في هذه الرياضة وألعابها المختلفة. وفي المناسبات الوطنية والعامة يقيم شباب وشابات الصالتين احتفالات رائعة يقدمون فيها عروضا جميلة تتسم باللياقة البدنية العالية والمهارات الفنية المتقدمة، وذلك في إطار شيق من البرامج الفنية المثيرة للإعجاب. We'll be right back.
Thank you.